وادي سيرنت ده اللي احنا خايفين منه. وفوكس حط الهدف القاتل، شفتم الهدف القاتل. فوكس حط الهدف القاتل بلا داعي، فوكس بلا داعي، فوكس بلا داعي يحط هدف بطريقة غريبة جدا. وأولاد صغيرة، أولاد صغيرة، واحد إفريقيا لا شيء، منتخب مصر حضراتكم الكرة ماشية بقالها ساعة، بصوا مش ممكن، مش ممكن، بصوا ماشية فين هنا اللي بيغطي؟ مفيش بيغطي، مفيش بيغطي، نغطي غلط، نغطي غلط، نغطي غلط، نغطي غلط، نغطي غلط، مفيش أبدا. أنا وأنا بغطي أحجز على جسمه للتمساح، أحمد تمساح، أحمد تمساح، أحمد تمساح، يلا بقى، يلا بقى. وهدف، وهدف لعماد متعب، وهدف لمنتخب مصر. عماد متعب اخيرا 1-1. بقول لحضراتكم ان 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 يعني مش عاوز اقول فرق كبير، يعني قلت واحد من شويه ان احنا ممكن هم في الثقه الزياده بتاعتهم، يعني ان احنا عندنا تاريخ اللعبه دي. الهدف ده هل هيصحصح اولادنا؟ هنشوف. 1-1 لغايه دلوقتي ما يسعفناش. ادي احمد، احمد تمساح، وعلى طول عماد متعب يحط هدف جميل، وادي احمد تمساح وعماد متعب وهدف التعادل. 1-1. هل نتذكر